حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين السطور، في جولة على مختلف الملفات والقراءات في الصحافة المحلية العربية العالمية. ونبدأ بالصحافة المحلية بعد الفاصل. عالجت المقالات في الصحف المحلية اليوم عديد الموضوعات على الساحة المحلية، وما يزال الحديث متعلقاً أيضاً بالجهود التي تبذلها قوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن الوطني واستقراره ومنعته. فالكاتب الدكتور جورج طريف كتب عبر صحيفة الرأي تحت عنوان وعي المواطن ضرورة ملحة لحفظ الأمن، ويقول إن إعلان مديرية الأمن العام السبت الماضي بأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية، وأن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية، فهذا مؤشر خطير يطرح العديد من التساؤلات في مقدمتها: من أين جاءت هذه المواد؟ ومن هي الجهات التي تقف وراءها؟ ومتى وكيف تم نقلها وتخزينها في بيت يقع في حي سكني في عمان؟ ولماذا في الأردن؟ ويتابع الكاتب إن تطورات الأوضاع في الدول المحيطة بنا سواء في سوريا أو العراق أو في فلسطين تفرز الكثير من التحديات التي يواجهها الأردن من مختلف النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من كل واحد منا أن يكون رجل أمن وعلى وعي وإدراك تامين حفاظاً على أمننا وأمن وطننا، وقطع الطريق على كل من يضمر بأي سوء قد يمس الوطن والمواطن. أما الدكتور حسن الدعجة أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال كتب للجوردان تايمز مقالة بعنوان مكافحة الأردن للإرهاب والتطرف استراتيجية ناجحة وتحديات مستمرة، استعرض فيها بعضاً من الاستهداف تجاه الأردن في السنوات الماضية، ويقول شهد الأردن في العقود الأخيرة معدلا منخفضا ولكن ثابتا من الأنشطة الإرهابية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. على مدار 30 عاما الماضية كان هناك عمليتان إرهابيتان في المتوسط سنويا، ما يعكس التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن مركز الاقتصاد والسلام في أستراليا لعام 2020. جاء الأردن في المرتبة 57 عالميا ضمن المناطق منخفضة التهديد. وأضاف الكاتب كما يواجه الأردن تحديات مستقبلية، على الرغم من تراجع الأنشطة الإرهابية في عام 2020 يبقى التهديد قائما، يتعين على الأردن مواصلة جهوده الأمنية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية، كما يجب إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي والتسامح. ويختم الدعجة وفي عام 2024 شهدت مناطق ماركا الجنوبية والقويسمة في عمان إحباط عمليات تفجير إرهابية حاولت النيل من أمن الأردن واستقراره، لكنها فشلت بسبب اليقظة الأمنية، وتمكنت قوات الأمن الأردنية من الاستجابة بسرعة حيث باشرت تحقيقات موسعة للقبض على منفذي الهجمات وضمان عدم تكرارها، معززة من إجراءاتها الأمنية لحماية المواطنين. يظل الأردن نموذجاً يحتذى به في مكافحة الإرهاب والتطرف بفضل استراتيجياته الشاملة والتعاون الدولي، مع استمرار التحديات التي تتطلب يقظة دائمة وتطويراً مستمراً للإجراءات الأمنية والتعليمية. مشاهدين، ولمزيد من قراءة ما بين سطور مقالاتنا لهذا اليوم معنا عبر الاتصال الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صلاح العبادي. دكتور صلاح مرحباً بك. أهلاً يعطيكم العافية جميعاً. يعني دكتور، جهود كبيرة ونوعية يبذلها جيشنا وأجهزتنا الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن الوطني واستقراره، ما هو المطلوب من الأردني اليوم لدعم تلك الجهود؟ يعني بداية الكل يعلم ويدرك تماما بأن هناك جهود استثنائية تقوم بها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبالتالي عندما نتحدث عن دور الأجهزة الأمنية نحن يجب علينا أن نتحدث دوما بأن الأردن مستهدف في إطار مواقفه العروبية، في إطار جهوده في إيصال رسالة الإسلام المعتدل ومكافحة الإرهاب والتطرف على صعيد العالم. بالتالي هناك من يعني
لديه بعض يعني النفسيات المريضة التي تحاول الإخلال بالأمن من خلال استهداف أمن واستقرار الوطن. الأردن لدي له ميزة كبيرة، وميزة هي غاية الأهمية، التفاف الأردن حول القيادة الهاشمية الحكيمة. وبالتالي الأردن دوما عندما تواجه يعني بعض التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، يزداد المجتمع الأردني قوة وتماسكا وصلابة، وهذا نابع من إيمان المواطن الأردني بأهمية الدور الذي يقع على عاتقه في إطار دعم الأجهزة الأمنية، في إطار الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. دكتور صلاح، تفضل بالبقاء معنا، لنا عودة معك في الصحافة العربية. والآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير اليومي مع حمزة حجاج في الغد تحت عنوان قاعد. تناولت الصحف العربية العديد من المواضيع العربية والدولية، فقد حضرت المناظرة التلفزيونية ما بين ترامب وبايدن والانتخابات الإيرانية في قراءات العديد من الكتاب والمحللين، وتابعت صحف تطورات الأوضاع في غزة ميدانيا وسياسيا. الكاتب سعد بن طفل العجمي وزير الإعلام السابق في الكويت كتب لصحيفة اندبنت عربية بعنوان نهاية بايدن أم شطب ترامب، ويقول فيها: بغض النظر عن محتوى المناظرة السطحي بين المرشحين، تفوق ترامب بالمناظرة بدرجة عالية، ليس لأنه أفضل من بايدن، ولكن لأن بايدن كان أسوأ منه. لم يكن فيما قاله ترامب جديد، لكنه قاله بوضوح مكرر وبكذب صراحة. المناظرة خلت من العمق البرامجي للمرشحين لأهم منصب رئاسي بالعالم، لأقوى جيش بالعالم، ولقادة العالم الغربي والاقتصاد الحر بالعالم، وكان جل المناظرة يعكس البغض السياسي والشخصي بين المرشحين، فكانت مناظرة بين شخصين أكثر من كونها مناظرة بين مرشحين مختلفين أيديولوجياً وبرامجياً، وهو ما توقعته بمقالة سابقة نشرت قبل أسبوعين، عنونتها أن خيارات الناخب الأمريكي هي ما بين مرشحين أحلاهما مر. ويتابع الكاتب: أظهرت المناظرة بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس الحالي جو بايدن لا يمكنه قيادة أمريكا للسنوات الأربع المقبلة، ولو قدر له أن يخوض المناظرة الثانية ضد ترامب المقررة بالعاشر من سبتمبر أيلول المقبل، فإنه حتما راح يجيب العيد. ويشير إلى أن التحليلات والتسريبات من معسكر قادة الحزب الديمقراطي تقول إن ثمة تفكير جدي بإعفاء الحزب له من الترشح للانتخابات، لكن المعضلة بأنهم في سباق مع الزمن، والمرشح البديل لن يسعفه الوقت للحاق بترامب الذي بقيت قاعدته الانتخابية ثابتة لا تتزحزح إن لم تكن اتسعت بعد هذه المناظرة، بل وحتى بعد إدانته ب34 جناية. ويضيف: كل الاحتمالات بعد المناظرة واردة، لكن الأكيد أن المناظرة بحد ذاتها رسمت صورة سلبية لديمقراطية الغرب الليبرالي أمام العالم، ليس من حيث مضمونها السطحي وحسب، ولكن من حيث نوعية مرشحيها للرئاسة الأمريكية، هرم خرف ومجرم مدان. مشاهدين، الآن بالعودة إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صلاح العبادي. دكتور صلاح، يعني ما هو انعكاس فوز بايدن أو ترامب بالرئاسة الأمريكية على القضية الفلسطينية؟ يعني الكل يعلم بأن يعني عندما تحدث بايدن وترامب في خلال المناظرة السياسية، وجدنا بأن الاثنين اتفقا على دعم إسرائيل والوقوف إلى دعم إسرائيل، لكنهم يعني اختلفا على يعني أهمية إنهاء هذه القضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية والتوصل إلى حل سلمي وعادل. وبالتالي عندما نتحدث عن الانتخابات الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر المقبل، نرى بأن بايدن وترامب يتسابقا يعني على من يقف إلى جانب إسرائيل، ومن يمد إسرائيل بالسلاح، ومن أيضا يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي أنا باعتقادي إذا رأينا أن نتحدث عن المؤشرات المتعلقة بالعملية الانتخابية، يبدو واضحا بأن
الرئيس الأمريكي السابق ترامب هو من يتفوق بهذه الانتخابات المقبلة، وبالتالي استطلاعات الرأي تشير وترجح فوزه بالانتخابات المقبلة. بالتالي هذا سيكون له انعكاسات على القضية الفلسطينية، لا سيما وأن ترامب هو الأكثر تحيزا إلى جانب إسرائيل، وهو أول من قام بنقل السفارة الأمريكية عندما اتخذ هذا القرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي كان له انعكاسات خطيرة على إقامة أو يعني هددت مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية، وكان له انعكاسات واضحة على صعيد الدول العربية وعلى صعيد العالم والدول التي ناهضت بهذا الإجراء. لكن أنا باعتقادي يبدو بأن نتنياهو مصلحته إذا ما أطال مدة وجوده من خلال افتعال الأزمات في المنطقة وافتعال حرب في منطقة الشمال الإسرائيلي، هذا كله يعني أنا باعتقادي الانتخابات الأمريكية جاءت يعني هذا التوقيت يبدو بأنه منسجم مع توجهات نتنياهو. ويبدو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صلاح العبادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الآن ولا هذا الكاريكاتير العربي لهذا اليوم من صحيفة القدس العربي لأسامة حجاج بعنوان المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن. نتابع. تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا، أبرزها الأداء الكارثي لبايدن في أول مناظرة انتخابية مع ترامب. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يأمل في بناء زخم جديد لمحاولة إعادة انتخابه من خلال الموافقة على المشاركة في المناظرة الرئاسية قبل شهرين تقريبا من ترشيحه رسميا. وبدلا من ذلك أثار أداؤه المتعثر والمفكك ليلة الخميس في أول مناظرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية موجة من الذعر بين الديمقراطيين، وأعاد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي أن يكون مرشحهم على الإطلاق. وتحت عنوان أداء كارثي لبايدن في أول مناظرة رئاسية، قالت صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لمويرا دوني جان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يبدو في أول مناظرة في انتخابات أمريكا 2024 كشخص قادر على هزيمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب. إن الأداء كان كارثياً بالنسبة لرئيس تكمن أكبر نقاط ضعفه الانتخابية في عمره والتصور حول مدى ملائمته لمتطلبات منصبه. وأدى أداء بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى إلى إعادة القضية الأقل تفضيلاً في حملته الانتخابية، قدرة الرئيس وحدته إلى قلب المنافسة الانتخابية. ومشاهدينا، أيضا صحيفة الجارديان البريطانية في موقع آخر أشارت إلى خيبة أمل الناخبين الديمقراطيين، وقالت الصحيفة أيضا إن هناك دعوات متزايدة موجهة لبايدن للتنحي جانبا مع المخاوف بشأن قدرته على التغلب على ترامب مرشح الجمهوريين في نوفمبر المقبل، ولكن هل يمكن للديمقراطيين أن يستبدلوا بايدن؟ وتختم الصحيفة بالقول إنه بموجب قواعد الحزب الديمقراطي الحالية سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل استبدال بايدن كمرشح الحزب دون تعاونه أو دون استعداد مسؤولي الحزب لإعادة كتابة القواعد في المؤتمر الوطني في أغسطس. مشاهدين، أما الآن إلى هذا الكاريكاتير لهذا اليوم من صحيفة الاندبندنت بعنوان ملاكمة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بين السطور. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.